ميديميد الاستاذ في الجامعه التونسيه الدكتور رفع الطبيب المختص في الشان الليبي. دكتور اهلا وسهلا بك. بك في كل المستمعات والمستمعين لغاديو مات. مرحبا. نرجع على اجتماع وزراء جوار ليبيا اللي احتفظته بلادنا البارح والبارح، علاش كل الانظار اتجهت لتونس رغم انه مش الاجتماع الاول الثامن تقريبا، ولكن اهميه اجتماع تونس في المسار الليبي؟ لأنه فما تقلبات كبيرة اليوم في الميدان في ليبيا، وخاصة تحرير بنغازي اللي هو كان ضربة موجعة للفصائل الإرهابية وكل من يدعمها في المنطقة، إضافة أن هناك تصلب اليوم في موقف ما سمي بحكومة الإنقاذ الموجودة في طرابلس، واللي اليوم ترفض أنه يتم تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، إضافة أنه هناك أيضا معطيات أيضا ميدانية قاعدة تظهر اليوم في الميدان، أساسا أنه السراج اتفق مع وشفانا وما يسمى بجيش القبائل اللي هو يتحكم في جزء كبير من غرب وجنوب طرابلس، على أساس أنه ما يتمش تعرض للحكومة هذه. فما معطيات جينا من الميدان وإن شاء الله يتم معناها تأكيدها أنه اللواء 32 معزز اللي هو كان بقيادة الفريق خميس القذافي، المرحوم خميس القذافي، شارك بشكل كبير في المعارك في تحرير بنغازي وبعض المناطق أخرى، وأساسا في الدفاع على بعض المناطق النفطية. بالتالي فما تحول اليوم في المشهد الليبي يجعل أنه هذا معناها هذا الاجتماع مثل محطة فارق. ضيف لذلك لو تسمح أستاذة، هو أنه أيضا الأوروبيين اليوم عندهم عجز كبير في قراءة التحولات في ليبيا، وعندهم انتظارات من دول الطوق أنه الدول هذه تقدم إجابات، لانهم عاجزين. وانت لاحظت التخبط، ها باش ندخلوا ماناش باش ندخلوا باش نقوموا معنا بعمليه معنا كي يقولوا عمليه معنا جراحيه، ثم باش نقوموا عمليه جراحيه، ما نحكيوا على 15000 معناها جندي سيتم ارسالهم ليبيا، ثم يحكيوا بعد على 3000 فقط. جست معلش التخبط هذا دكتور، لانه معناها الدول الاوروبيه وخلينا نكونوا واضحين تحكمها حكومات، اذا احنا نقول على حكومه الصيد معناها حكومه ايدي مرتعشه، فانه في اوروبا تحكم فيها حكومات اصبحت اليوم عميله لراس المال معناها نتاع الشركات متعدد الجنسيات. لاحظ انه فرنسا معناها دوله معناها حقوق الانسان، دوله معناها ثوره معناها فنيه العظيمه الى اخره، تقلد لا ليجون دونور معناها الامير السعودي معناها ولي العهد، فهمتني، وبك الطريقه معناها المشينه معناها للثقافه الفرنسويه والحضاره الفرنسويه وللسياسه الفرنسويه والديمقراطيه الفرنسويه، باعتبار انه هذه الدول القادره ان تبيع كل ما عندها وكل ما بداها من اجل ان تحافظ على مصالحها الاقتصاديه، من اجل بيع الخرده العسكريه للسعوديه. فرنسا معناها تنازلت على العديد معناها من مبادئها. وانا اكد لك حاجه، حتى الضربه اللي صارت في بروكسل لن تغير شيئا في موقف بروكسل ومعناها بلجيكا مما يصير اليوم في الشرق الاوسط خاصه في سوريا، لانه هذه الدول مرتبطه بتعهداتها لدى شركات المتعدد الجنسيات. ولهنا معنا ناكد خاصه بالنسبه لبلجيكا لما يسمى بالفابريك دي زارمون دو ليج فال، اللي هي معنا اكبر مصدر الاسلحه البلجيكيه، واللي عندها تعاقدات كبيره مع السعوديه، ولا يمكنها ان تتنازل على هذه معنا العقود معنا الخياليه. وبالتالي تم شراء الذمم حتى في اوروبا، فهمني، اللي اصبحت اليوم عاجزه انها تكون عندها سياسه بالحق تحمي شعوبها ساعه قبل كل شيء، ثم تحمي معنا ايضا مصالحها في المنطقه. صحيح. اجتماع وزراء جوار ليبيا البارح تمخضت عليه بعض خلينا نقول المخرجات ولا المقرر، معناه فما اجماع على ضروره تركيز حكومه الوفاق الوطني في طرابلس، لكن دكتور فما لتامين معناه على ارض الواقع وميدانيا اليوم مقررات اللي خرجت على الاجتماع فيها عديد العوائق، اهمها يمكن البيان اللي خرج اليوم على حكومه الانقاذ الوطني في طرابلس انها اكدت معناها رفضها تسليم السلطه للسراج. فلترفض هي حره، فهمني، ولكن انا ناكد لك حاجه، هو انه معناها في منطقه جنزور فما معناها منطقه اسمها بالم كلوب، اللي هي معناها كما تقول منتجع سياحي مؤمن وعنده معناها مارينا على البحر، فهمني، وفما حتى معناها مطار صغير معناها مش بعيد، هو باش يكون المقر المؤمن لحكومه السراج، ومش لحكومه السراج، هو ساعه معناها المجلس الرئاسي معناها مازالت مساله الحكومه تو يتوراهم بعد، اما لازم السراج يدخل الى طرابلس، لانه المجلس الامن معناها مجلس الامن يحب ياخذ قرار في الاعتراف الدولي بهذه الحكومه. ينفوا ولات الحكومه هذه معناها معترف بها، يمكنها ان تطلب تدخل، تطلب مسانده، تطلب معناها اعانه الى اخره،
وبالتالي معناها وقتها تنجم معناها الدول معناها من غير ما يكون فما حتى اي احراج تقوم مساندتها للمجموعه هذه. تقول لي معناها حكومه الانقاذ ما تبقى من حكومه الانقاذ لانه يعني معناها حتى فما وزراء انسحبوا منها الحكومه هذه ولم يعد لها غطاء ميليشياوي داخل طرابلس يمكنها انها تدوم. نعرف اللي المجموعات الكبرى وخاصه اللواء الخلبوس واللواء المحجوب ومعناها وكتيب 166 اللي هم كلهم من معناها من قوات مصراته اليوم معناها فني مساندين للحل السياسي. المجلس البلدي في مصراته الى جانب مصراتة. هذه معناها هذه معناها هذا الاتفاق. وبالتالي شكون قالها؟ مجموعات مسلحه تبقى المجموعات المسلحه داخل معناها طرابلس اللي هي منقسمه على بعضها. نعرف اللي سلاح بادي وما يسمى معناها بجبهة الصمود ولا غيره معناها تم طردها من معناها من الكتيبة 77 وهاشم بشر ومعناها وعبد الرؤوف كاره موقفهم واضحه انه مع الحل السياسي وبالعكس هم معناها اليوم اصبحوا الايادي الطوله لل اسمه ذاك معناها الحاكم العسكري الايطالي معناها باولو سيرا. وبالتالي فما معناها اليوم وضع معناها في طرابلس يسمح انه حتى لو صارت معركه ما يخسرها الشيء فايز السراج. باش تصير المعركة؟ الأرجح معناها ولا بالسهولة هذه اليوم باش يقع السماح معناها باش يعملوا على القراءة اللي كنت تقول فيها أنت دكتور على يراهنوا على انقسام المجموعات المسلحة، يراهنوا على هشاشة حكومة الوفاق الوطني حكومة الإنقاذ عفوا وبالتالي باش يخليوها تدخل معناها والسانستال وكل شيء تخدم على روحها من الداخل وتلوج على الدعم الخارجي والدعم الأوروبي والدعم العربي. صحيح أستاذة ولكن لازم ردوا بالنا في حاجة هي الانتهازية السياسية للميليشيات في ليبيا. هذا معناها مش حكي على الناس معناها عندهم عقيده وطنيه هذا ميليشيات معناها يمشي وحسب معناها الاهواء ولا وخاصه حسب معناها موازين القوى. انا قلت لك حاجه غدوه لو تكون هناك دعم كبير معناها لحكومه السراج ويعرفوا معناها بعض المجموعات أن حكومه السراج من سيعرضها بالحق باش يتعرض الى عقوبات دوليه ناكد لك انه الزنتين اللي هما على اعتاب طرابلس باش يقوموا بتحرك وباش يرجعوا معناها لطرابلس لسببين او مش يكون عندهم دور ساعه في ليبيا المستقبل. ولكن ايضا للثار اللي عندهم عن بعض المجموعات اللي طردتهم معناها من مطار معناها طرابلس الدولي وخاصه معناها مجموعه صالح بادي. وبالتالي انا نتصور اللي مازالت اليوم مازال المشهد معناها قاعد يتصور معناها في ليبيا وهناك دول من المنطقه قاعده تلعب في دور اليوم قوي ريناهم في بنغازي معناها كيفاش سلحوا الجيش الليبي بالرغم معناها من الحظر اللي مضروب حول هذا الجيش وكيفاش كانوا شركاء في الانتصار اللي صار على المجموعات الارهابيه في هذه المدينة. يعني فما دور قاعده تقوم به دول جوار ليبيا بالطبيعه لحسم المعركه لفائده فات القوى المتحالفه معها. لا مش لا حكومه سراج راهي معناها ست خلطه لموازين القوى موجوده فيها مصر موجود فيها اوروبا موجود فيها امريكا موجود فيها بعض الدول الاخرى ولكن بالاساس فما مناطق في ليبيا لما نحكيو ديما على ليبيا وكان معناها كانها وحده. لا هناك ليبيات il y a des libyens maintenant on ne parle plus d'une seule entité politique mais il y a une telle fragmentation du champ politique qu'on doit parler maintenant de plusieurs libyes. mais ليبيات فما المنطقه الشرقيه معروفه اليوم التوجه نتاعها والهواء نتاعها وين ماشي وانا هي الدوله الراعيه لكل ما يصير في المنطقه الشرقيه. نحكيو هنا على مصر. الجنوب واحنا هنا كان عندنا في قمرات احتقار لدور بعض الدول معناها كنا قلت لي دول ضعيفه شكون كان معناها يتصور اللي تشاد اليوم اصبحت معناها لاعب فاعل في ليبيا. غراس اكوا غراس الوغ زاليونس افيك لي توبو معناها توبو اللي هي معناها من اقوى الاثنيات الموجوده داخل ليبيا. النيجر اللي تلعب في دور ما نساوش حاجه انه النيجر ما بين الوزراء نتاعها وزير الخارجيه مثلا ينتمي لقبيله ليبيه اللي هي معناها قبيله ولاد سليمان. فهمني الجزائر وما ادراك ما الجزائر شكون تبقى معناها الخاسر الرخوه زوز تونس تونس والبحر الابيض المتوسط. تونس اليوم من خلال متابعتك دكتور رفعت بيب لاجتماع دول الجوار ليبيا البارح فماشي هكايا بعض المؤشرات على انه تونس بدات باش تتخلى شويه على كالسياسه وكل موقف الايجابي اللي ساق منا وساق منا وبدات باش تمشي في دعم على الاقل خلينا نقولوا اللي باش يضمن مصالح تونس في الفتره القادمه. انا ساندك استاذه في توصيفك انه ساق لنا وساق لنا اما فما فرق ما بين ساق عند جارك وتعاون فيه وتحلوا في المطارات نتاعه وتحلوا في المعابر البريه وما بين جار اخر بعيد عليك ب 1000 كيلومتر لك حاله معاه لا مطارات ولا حتى شيء. نعطيك انا مثال عند مسار الصراع في سبها في منطقه الفزان اللي هي منطقه معناها متواصله مع تونس جماعه فزان كسر حرب يمشيو يمشي لتشاد ولا النيجر يجيو تونس. اولاد سليمان ينجموا يجيو يداويو
اليوم اولاد سليمان متحالفين مع بعض المجموعات معناها الدينيه ومجموعات معناها فهمني الاسلام السياسي ينجموا يجيو لتونس يداويو، لكن الطب والطوارق والقذافه والرفله الى اخره كان ممنوع عليهم ان يدخلوا تونس. علاش انا ما نجموش نتعدى على المعابر؟ لكن اليوم موجودين هذوما. شو موجودين؟ فما قذافه في تونس اليوم. اللي موجود معاها 2011 هذوك جاوك معناها في الهجره الكبيره. اما توا في ليبيا نعطيك مثال. شو معناها منع رسمي من الحجوم؟ منع غيال عندما تقول انا اقف على نفس المسافه من الجميع. حل مطار زنتان، حل مطار سبها، حل مطار براك الشاطي، حل مطار تمنهند. وقتها انا نتفاهم انا قلت تونس والله واقفه على نفس المسافه من الجميع، اما انت معناها فاتح الابواب مع مجموعات كانت تربي في الدواعش، خير الذوادي نتاع صبراتها كان يداوي في الدواعش وعندك انت في سيغ ان بلاتو معاك انت قلت لك وقتها معنا في وقت من الاوقات كان قلنا كيفاش انتم معناها فهمني تحبوا تهلكوا علاقاتنا مع الجوار، والجوار نتاعك طلع يربي لك معناها فهمني في الثعابين. هذا هو الصحيح لازم نرجعوا له، اذا عندنا قراءه ليبيا لازم تكون قراءه ميكرو، لازم نعرفوا كل مجموعه، كل منطقه، كل قبيله، كل فخذ في قبيله شنو الموقف نتاعو من تونس، وعلى اساس هذاك احنا لازم نحددوا الموقف نتاعنا، ولهنا نفتح مجال اخر، الدول في العالم كامل كل بدون استثناء فرض الفيزا على الليبيين، انا ضد الفيزا على الليبيين بين قوسين، وكان في وقت من الاوقات كنت تصور اللي هي ما نجم يكون حل، اما اليوم الجميع في العالم يقول لك اللي باسبور الجدد نتاع ليبيا الزرق كلهم مضروبين. فما 30 ألف باسبور تم سرقتهم في سرت. انت كيفاش تعمل معناها كتونس؟ اونيتمون مع حلان الحدود، مع ترك الاخوه الليبيين يجيونا، مع ان العائلات الشريفه الليبيه تكون معناها محظونه في تونس، ولكن تحبينا تحمي نفسك. تحمي نفسك، حتى حد ما يلوم عليك، الاخوه الليبيين ما يلوموش عليك. لا خاصة هذا وانه تم تأكيده حتى بالعودة مؤخرا الى هجوم بن قردين، يقولوا انه فما بعض الاسماء التي دخلت عبر المعابر الرسمية، مطارات ولا حدود برية، معابر برية ولا غيرها. معناها انا اقول لك انا حاجة، في عهد الترويكا جبنا لهم اسماء تاع ناس جات داوات في تونس بباسبورات ليبية، الباسبورات هذوك مضروبة. الترويكا مشات. الترويكا مشات اي، ولكن شنو هي السلسله اللي معناها تبعت من بعد؟ اتفقت من الاوقات الناس اللي انتخبتها زعما الشعب على اساس انه معناها باش يكونوا هما معناها فهمني اون روبتور دون لا بوليتيك تونيزيان، يقول لك والله انا نتعامل مع الوضع معناها الوضع الامني على الاقل في ليبيا، يمكن تونس تكون اول متضرر منه. صحيح، لكن هناك كما فما يا دي ليبي او نيفو معناها تيريتوريال، إليا دي تونيزي او نيفو بوليتيك. فهمتني؟ اسكو تونس على قاعد تحدث بنفس اللغه اليوم معناها مع الملف الليبي؟ لا مش صحيح. اليوم فما ناس بزاف تدافع لك على فجر ليبيا كل شيء، معناها الوغ كو المعطيات الكل تبين اللي فجر ليبيا كان هو الحاضنه للارهاب. حاضن الارهاب وتعدى على معناها على المواطنين نتاعنا وتعدى على معناها معناها العمال نتاعنا في ليبيا. الناس هذوما اليوم مازالت فعلا. مازالت تقدم لك روحها معناها باعتبار اللي فما نوع، سامحني في الكلمه الله على الكبيره، هي نوع من الجهل معناها معناها الوضع الليبي في تونس، يقول لك لا والله هما يتحكموا، ما يتحكموا في حد شيء، ابش كلام شلون نعطيك دراسه عملتها معناها للحكومه في وقت على مساله الحدود التونسيه. اعطيتهم لاكارت، قلت لهم فوالا ها شكون موجود على الحدود نتاعنا بالاسامي، ان تابلو بالاسامي معناها لهوزه بالارقام بكل شيء، وفسرت لهم معناها في الخريطه هذه شكون كي اوكيب كوا. هذه فاش ليبيا في طنبك وقتها كانت قويه وكانت معناها موحده، كانت عندها 7 كيلومتر برك على الحدود التونسيه برك مع تونس، 7 كيلومتر في راس جدير، والبقيه عندك 180 كيلومتر معناها فني من 7 كيلومتر على البحر حتى معناها الى جبل نافوسه. جيش القبائل وقت تجي تقول لهم جيش القبائل يقول لك هذوما من ازلام النظام. هاي ما فما موقف سياسي، ما عادش موقف استراتيجي، يعني انا معناها ما تعملش معوقه معناها تحالف مع ليبيا على اساس ايديولوجي. تبارك الله معناها فهمني كيفاش هاو في الاخر معناها وليت حلفتوا مع فجر ليبيا. رينا شنو فجر ليبيا؟ اولا الناس انقسم على بعضه لانه خروج معناها مجموعه مصراته جعل فجر ليبيا ظهروا معناها فهمني معناها عريان. هذا اولا. ثانيا ظهر اللي معناها القوه الضاربه داخل فجر ليبيا هما الفصائل المسلحه نتاع الاسلام السياسي ونتاع الارهاب. ثالث حاجه المجموعه هذه ظهرت شنو موقفها من اي حل سياسي، ظهرت معناها بالحق مجموعه انقلابيه. فهمني؟ إذا هذوما ثلاثة معطيات هذوما يجعلك ما زلت تتعامل بجناح هذا وجناح هذا الطير معناها البارك، فهمني كيفاش؟ بالنسبة لي أنا ما فهمت حتى شيء في الوضع الليبي. وفي الوضع في الموقف التونسي فهمت شي حاجة على الأقل من خلال خلينا نقولوا الحضور نتاع وزير الخارجية في اجتماع دول الجوار؟ والله اليوم الحمد لله فما حاجة قاعدة تصير وهي مهمة أستاذة معناها وحكينا فيها مرة أنا وياك، هو أنه الملف الليبي بدا يخرج من الطريف بالطريف من التداول الدبلوماسي فقط.
اللي في وقت من الأوقات ولا زاد في تداول متاع رجال أعمال فما نقاط استفهام كبيرة برش على دورها فهمتني إلى معناها المجال الأمني والعسكري. وأصبحوا اليوم الأمنيين والجيش التونسي عندهم ما يقولوا في المسألة الليبية وهذا مهم لأقصى درجة. لوتيرا معناها؟ لوتيرا يسخطوا الاستخبارات لأنه في وقت من الأوقات يقول لك وقد ذهب مدري شكون واستقبل واحد ونظيره الليبي ولا غيره فهمتني ألقوا هذوما كلهم كذاب وما عندهم حتى دور وما عندهم حتى معناها وزن في الميدان. اليوم الميدان أصبحوا جماعة الاستخبارات وجماعة معناها الجيش التونسي هما الوحيدين اللي قاعدين يجيبوا في معطيات حقيقية واقعية وبالتالي اليوم أصبح لهم صوت معناها في الملف الليبي الحمد لله هذا معناها معطى جديد وبالتالي انه معناها الدبلوماسيه التونسيه باش معناها باش تولي تاخذ معناها بعين الاعتبار هذا المعطى جديد سافا بروندغ دو تون. اما ناكد لك حاجه انه الطريقه القديمه الكلاسيكيه الايكولي معناها توتالمون ديباسي نتاع الدبلوماسيه التونسيه ما عادش عندها معناها صرف اليوم معناها في الوضع الليبي بل اكثر من ذلك هناك من خارج تونس اكد للحكومه التونسيه انه تعاملها مع الوضع الليبي اصبح معناها يشكل خطر حتى على تونس جوستومون باه دول الجوار دكتور في تفعيل مقررات الاجتماع هذيا كيفاش يلزموا يكون كيفاش ينجم يكون امام ديما نحطوا وانه فما بعض المعوقات الميدانيه في التراب الليبي صحيح اهم شيء انا ظهر لي البارحه خرج من الاجتماع وحتى معناها مع بعض الاخرين الليبيين اللي كانوا معناها داخل القاعه واكدوا لي شنو هو انه كيش نقولوا هي لو سون دو غرافيتي نتاع لا ديسيزيون في ليبيا ملي كانت كلها ما بين يدين الاوروبيين والغربيين اليوم رجعت شويه للمنطقه ودول الجوار والاقليم دون لو سونس اللي لا تدخل خارجي الا بالاتفاق مع دول الجوار هذه معطى اساسي سي معناها بالنسبه لي انا سي ان شانجمون راديكال دون لا بوزيسيون تاع هذا ولا ثانيا تبين للسراج انهم معناها يطالبوا منه الدول الغربيه اكثر ما هو قادر انه يقدم ولا يمكن للدول هذية ان هي تفرض دخول السراج لترابلس او لجنزور بلو اكزاكت فهمني وبالتالي تكونت لديه قناعه أن دول الجوار هي الوحيدة القادرة أن تحمي الجزائر مصر دون سيغتان مزيغ لاتونيزي ودولة أخرى أوروبية لكن غير داخلة برشا معناها في لا لا مش داخلة برشا معناها في المزايدات وفي الشد معناها اللي هي إيطاليا لأن يعني إيطاليا كونتخمون البلدان الأخرين إيطاليا عندها ديزاكور معناها مع ليبيا من عهد القذافي وتحب تحافظ عليهم يعني مش داخله دون اون بيرسبكتيف دو بريداسيون كيما فرنسا ولا كيما بلدان اخرين والمانيا اون سكون ليو لانه المانيا الخوف نتاعها التخوفات نتاعها لي زابريونسيون دو الالماني يتقابلوا شويه مع لي زابريونسيون نتاعنا احنا وما همش ما يضروش بينا احنا لانه المانيا مشكلتها الوحيده شنو هي؟ سي لا ميغراسيون كلونديستين لانه تعرف اللي معناها فما 140 الف كونديدا على ميغراسيون كلونديستين موجودين اليوم في منطقه طرابلس وما جاورها وبالتالي الناس هذوما اذا باش يتعداوا البحر ما باش يمشيو لا ايطاليا لا فرنسا لا بلدان الميزيريا هذيا باش يمشيو لالمانيا وبالتالي معناها عندها تخوف غير فهمني كيفاش دونك يساعدها الحل انهم يساعدها الحل وخاصه معنى انها فتحت قنوات مع جميع القوى اللي انا نعرف من قدام مارتين كوبلر يعني قابلته معناها قبل ما يولي معناها هو المبعوث الاممي قابلته في المانيا معناها في اطار معناها العمل اللي كان عندي مع الاس دبليو في بي اللي هو سان ثينك تانك المون تابع وزاره الخارجيه وكانت معناها الفرق ما بينه وما بين برناردينو ليون اللي السابق اللي كان هو السابق الفرق ما بيناتهم هو انه مارتن كوبلر متفتح لجميع القوى في ليبيا متفتح ولا قابلته جميع القوى لا 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 متفتح هو مبادرة منه من لأن اليوم تمنعوا من دخول طرابلس تو هذاك لأنه معناها موازين القوى حكمت أنه هذه الحكومة نتاع ما يسمى معناها بالإنقاذ انتهت ولا يمكن لها أن تلعب أي دور وبالتالي معناها فين لازمها تنسحب فهمني هو معناها تصور إلى أي حد معناها كان معناها متفاعل معاه وحاول أنه يمشي لطرابلس من أجل طرح
معناها مجموعه من البدائل، ولكن يبدو انه معناها مجموعه الانقاذ لا مجموعه الانقاذ هذه معناها حول الغويل ما فهمتش معناها لو ميساج وجاوبت معناها بطريقه سلبيه. مش مشكله، انا واحد من العباد معناها جو بونس كسي سي اميتر لوغ كريدي، لانه هذه الحكومه اصبحت بالنسبه لي انا من الماضي، وبالنسبه لليبيين اصبحت من الماضي. واليوم لازمنا نتوجه نحو المستقبل، وان شاء الله حكومه السراج هذه تفهم هالتمشي هذه نتاع مارتن كوبلر، ومن بعد ما تدخل معنا فهمني الى ليبيا تكون هي البوتقه اللي سيجتمع فيها جميع الليبيين. وان كان انا عندي بعض المؤشرات تقول انه فايز السراج بدا في النقاش مع جيش القبائل، مع ما يسمى بخوت الجد او معنا فهمني القبائل اللي مازالت معنا متمسكه بالجماهيريه الى اخره، وحتى مع التبوط وارق الى اخره، وهذا بدفع معنا من الاخوه الجزائريين. ان شاء الله نحن في تونس، ان شاء الله نحن في تونس نتجاوزوا هالموقف نتاعنا، هذا الموقف معناها الحاضن والمتفرج في نفس الوقت فهمني، ونصبحوا معناها جزء من المعادله الليبيه، معناها جزء معناها من المعادلة الليبية بوزيتيف. بمعنى أنه معناها تونس عندها تواصل معناها قبلي مع بعض المجموعات في ليبيا، عندها تواصل اجتماعي، عندنا خير ما فما معناها من الليبيين الموجودين اليوم معناها على الأرض التونسية. نحكي هنا على المثقفين الليبيين، ما نحكيش على رجال الأعمال معناها الفاسدين ولا غيره اللي كلهم مشاو لدبي ومشاو معناها بلدان أخرين. نحكي مثلا على خيرة مثلا الجيش الليبي معناها في عهد القذافي موجودين هنا في تونس. عندنا معناها بعض معناها المثقفين الكبار في ليبيا، تعرف اللي معناها خيرة المحامين والقضاة في ليبيا كلهم عايشين في تونس فهمني. وبالتالي الناس هذوما شافوا كيفاش احنا في تونس قادرين على الحوار، قادرين على تجاوز معناها المحن، قادرين على العض على الجراح نتاعنا والمرور الى حلول قد تكون معقوسة. ولكن تنفيذ الحلول هذه يا دكتور لازمها تكون معناها لا مجال باش تنجح الا ان تكون بايدي ليبيه. صحيح، وذلك علاش انا البارح معناها اهم شيء عجبني في الاجتماع هو انه معناها هناك موقف سلبي قاعد يظهر اليوم في النقاش حول ليبيا ضد التدخل الخارجي بجميع اشكاله، ومعناه يستغل في معناها في المساله هذه انه امريكا في حاله اليوم معناها نتاع جمود باعتبار فما انتخابات، انه اوروبا عندها مشاكلها الكبيره، انه دول اللي كانت جامحه وتحب تمشي معناها للحل العسكري كيما فرنسا وغيرها معناها تم تحجيم الدور نتاعها، انه السعوديه وغيرها اللي معناها يحبوا معناها مره اخرى معناها ضرب ليبيا وتفتيتها الى ما الى معناها مجموعات اثنيه وقبليه متصارعه عندهم مشاكلهم معناها تو متلهين بها الى اخره. فبالتالي فما اليوم فسحه امل وفسحه ضوء مفتوحه في ليبيا، علينا الولوج فيها بكل قوه فهمني. بالرغم اللي انا معاك راهو اللي الحكومه هذه نتاع السراج ليست لا حكومه وطنيه ولا حكومه وحده، ولكن هذاك اللي توصلوا ليبيا.